كلما تقدمت في الحياة، ما الذي يدفعك؟ ما الذي يحفز أفعالك وقراراتك؟ ماذا تحاول عمله؟ ما هو هدف الحياة؟ العشب شق طريقه خلال الممشى. ماذا يفعل؟ هو يحاول البقاء مثل كل كائن حي بما فيهم أنت. يبدو أن كل شيء حي يتبع أمراً واحداً، هذا الأمر هو عليك البقاء. عليك البقاء هو أمر مشترك لكل حياة. بقاء الإنسان ليست فكرة جديدة، الاكتشاف الجديد هو أن الإنسان في نهاية المطاف يحاول فقط البقاء. إنه القوة المحفزة لكل نشاطاتك. كل شيء تفعله، كل فكرة، كل قرار، وكل سلوك، كل شيء يحركه دافعك للبقاء. المهم فهم هذا، لأنه يتعلق بكيفية تفكير عقلك كما سترى قريبا. البقاء هو ليس مسألة العيش يوما والممات يوما آخر. أنت تحاول العيش طويلا وبأفضل شكل ممكن. هناك درجات من البقاء. البعض يعيش بشق الأنفس، وآخرون بأعلى مستويات البقاء من سعادة وكمال. ما هي جودة بقائك؟ لمعرفة جودة بقائك عليك أن تعرف غرض بقائك. قد تظن أن بقائك هو فقط لنفسك، أو أنه من أجل الجنس والتكاثر، أو من أجل جماعة، أو من أجل البشرية. نشاطاتك لا تعزى لعامل واحد فقط، بقائك هو من أجلها جميعا. قوتك الدافعة للبقاء تقسم إلى 4 قوى، 4 دوافع للبقاء. في الداينامكس تسمى الديناميكات 4. الديناميك هو دافع للبقاء في نطاق معين. الديناميك الأول هو دافعك لبلوغ أعلى إمكانيات بقاء ذاتك، ويشمل الطعام والملبس والمأوى والطموح الشخصي والهدف الذاتي. الديناميك الثاني هو دافعك للخلود من خلال النسل، ويشمل الأنشطة الجنسية لغرض الإنجاب وتربية الأبناء. الديناميك الثالث هو دافع بقائك من خلال مجموعة، كعضو أو كمجموعة، مثل مجموعة عملك أو ناديك أو فريقك، وكذلك الدولة التي تعيش فيها. الديناميك الرابع هو دافع بقائك من أجل البشرية، أو دافع كل البشرية للبقاء. إن كنت تعمل بأقصى طاقتك، فإنك تسعى للبقاء الأفضل لديناميكاتك 4. إن كان بقائك سيئاً في 1 أو أكثر من مجالات حياتك، فبقاؤك العام لن يكون جيداً. في سعيك للسعادة تحتاج إلى دفع ديناميكي قوي لقهر المصاعب، وتحتاج إلى حلول عقلانية للمشاكل التي تهدد بقائك. إن عملت بأقصى قدراتك ستكبر قوتك الدافعة. من أزيلت أثار عقله الانفعالي يعمل هكذا. حلوله العقلانية لمشاكله تهدف للبقاء، لأنه لا يوجد ما يفسد حساباته. حين يدخل العقل الانفعالي معلومات غير عقلانية في الحسابات، تنتج أفكار وقرارات خاطئة. ستتصرف بشكل يضر بعض أو كل ديناميكاتك. هنا سيؤدي دافع بقائك للضرر ببقائك، لأن عقلك الانفعالي يفكر باختلاف كامل عن عقلك التحليلي. هناك 3 أنواع للتفكير كما سترى.